بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله منيو الاسبوع الاقتصادي. قبل ما ابدا المنيو يا ريت ما ننساش الناس الجداد على القناه، ما ننساش ان احنا لازم نبقى معصجين لحمه ومخليينها في علبه في الفريزر اي كميه حسب امكانياتك، تمام؟ لحمه مفرومه معصجينها كده وحاطين عليها شويه حاجات تكترها كده وتزود القيمة الغذائية، زي ايه؟ زي جزر مبشور، زي بصل كتير، زي فلفل رومي او فلفل الوان اللي تحبيه، بس كتري الكمية وخلي العلبة دي عندك في الفريزر، هتنفعك كتير في ايام يكون انت محتاجة اكل عندك في البيت، مش محتاجة او الظروف مش سامحة ان انت تصرفي. ممكن نعمل بيه اكلات كتير، وانا عاملة فيديو عن الموضوع ده، تمام؟ كمان ما ننساش ان احنا نكون طبعا البطاطس دلوقتي رخيصة، نكون محمرين شوية كده نص تحمير ونخليهم برضو في الفريزر، التقطيعة اللي تعجبك. وكمان اعملي مكعبات صغيرة كده برضو بتنفع، بتزود اي كمية اي اكل، يعني اكلات كتير بتنفع بيها برضو، وانا عاملة فيديو عن الموضوع ده، تمام؟ فدي اساسيات كده لازم تكون عندنا علشان الفلوس تكفي معانا ونقدر نوفر ونقدر نجيب اللي نفسنا فيه ونقدر نحقق أهدافنا. نبدأ على طول بقى في المنيو. يوم الجمعة والسبت هناكل سمك، هنبتدي الأسبوع المرة دي بسمك. طبعا أنا قلت كتير إن السمك في متناول الجميع، في منه الرخيص والغالي، الكبير والصغير، زي ما تحبوا أو على قد إمكانياتكم. هاتي سمك يكفيك يومين علشان احنا برضو الناس الجداد بنعمل اكلة مرتين، يعني مرتين كده بنعمل اكلة تكفي يومين في الاسبوع علشان نرتاح شوية وعلشان نوفر مصاريف ونوفر وقفة وصحة وحاجات كتير. يبقى يوم الجمعة والسبت هناكل سمك، وهناكل معاه رز صيادية، وهناكل معاه سلطة بإذن الله، تمام؟ طبعا مش محتاجة اقول لكم ان ممكن قوي نغير في المنيو زي ما تحب. يوم الحد هناكل قرنبيط مقلي وجرجير ومخلل. طبعا القرنبيط كتير في السوق دلوقتي واسعاره حلوه جدا، ممكن نجيب قرنبيطه كبيره كده، ممكن قوي نشيل منها قطعه في الفريزر، ممكن قوي نعملها كلها مقليه ونشيل حبه في الثلاجه ليوم تاني، يعني زي ما تحبوا. لو ما فيش امكانيات ممكن نجيب قرنبيطه صغيره على قد اليوم، مش مشكله خالص. والحقيقه في طرق كتير للقرنبيط على النت موفره جدا، مش لازم نحتاج بيض كتير وبقسماط كتير وحاجات كده، لا، في حاجات موفره جدا، وعلى فكره ممكن قوي يتطبخ زيه زي اي خضار، تمام؟ كمان بيتطبخ ني من غير سلق وبيبقى جميل جدا، واحنا متعودين عليه على كده. يوم الاثنين ان شاء الله هناكل فول وعليه طماطم متقطعه كده ومتحبش تحبيشه حلوه كده، وجنبه بطاطس محمرة أو بطاطس مهروسة، وجنبه خس كابوتشي بقى أو أي خس، أكلة كده حرشة كده وحلوة وتريحنا شوية من الطبخ كل يوم. يوم الثلاث والأربع هناكل أي خضار بقى، دي الأكلة التانية الكبيرة في الأسبوع. هناكل خضار باللحمة أو بدون لحمة، ومعاه رز شعرية، ومعاه مخلل، تمام؟ الخضار بقى ممكن قلقاس، ممكن بسلة، ممكن بطاطس، ممكن فاصوليا بيضة، ممكن فاصوليا خضراء، اللي تحبوه وحسب برضو إمكانيات كل بيت. لو مش معانا نجيب لحمة أو مش إمكانياتنا تسمح تجيب لحمة، ممكن قوي بعد ما نطبخ الطبخة كده كويس ونطفي عليها النار، ممكن قوي نحط عليها معلقة عصاج كده تطعمها وتخليها حلوة جداً، يعني كمية، مش أقصد معلقة معلقة، يعني كمية يعني، تمام؟ طيب يوم الخميس بقى هناكل إيه؟ يوم الخميس هناكل رنجة، هنغير برضو شوية، رنجة زائد بطاطس محمرة زائد بصل أخضر، تمام؟ أو تونة لو أنت مش بتحبي الرنجة، أو لو أولادك مش في متناولكم الرنجة، ممكن أوي ناكل تونة. ممكن برضو لو أنت مملحة سردين ناكل سردين مملح، فحسب كل بيت وحسب إمكانيات كل بيت، تمام؟
ده كان المنيو بتاعي بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم، وبرضه قولولي رأيكم فيه ايه، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. ألف سلامة.